عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة سودانية 24 محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة زي ما عودناكم دائما. إن شاء الله تنال رضاكم يا رب. حلقتنا لليلة حلقة خفيفة وظريفة إن شاء الله هتعجبكم، هاشتغل فيها معاكم عجة خفيفة كده، عجة البيض بالخضار، وكمان معنا برضو سلطة خفيفة سلطة الاستريبس، وآخر حاجة حيكون معنا عصير التمر بالفراولة. مع بعض نمشي نشوف مكونات طبقنا الأول نرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا لعجتنا، عجة البيض عجة خفيفة كده، طبعا بتنفع معنا للسحور وبتنفع كمان معنا في الفطور. عجتنا عبارة عن مجموعة من الخضار زي ما قلنا، وممكن تشتغليها ببيض وبطاطس بس إذا ما كان متوفر معك باقي الخضار، بس إحنا قلنا فيها خضار، يعني ممكن أي بواقي خضار متوفر معك في الثلاجة ممكن تعرف تعملي بها شنو على طول تقومي تعملي معنا عجة زي ما إحنا هنعمل. أنا هشتغلها بطريقتين، في طريقة هنا معايا حتكون بالبوتجاز هنا، وفي طريقة معنا ب احنا لسه ما صغرنا، في طريقه معانا هنا بالبوتاجاز، وفي طريقه كمان معانا بالفرن هنا. بسم الله حنشوف كيف طريقته. البيض العدد حسب الرغبه، يعني حسب العدد او الكميه اللي انت حابه تشتغليها. ممكن تشتغليها بستة بيضات اذا كنت حابه تدخليها الفرن. انا هشتغلها هنا بكميه كبيره شويه علشان هقسمها النصين، جزء قلنا هشتغله بالبوتاجاز عادي وجزء هشتغله معاكم بالفرن. فعندنا كميه البيض قلنا ده حاجه، دي حاجه بترجع لك انت. بعد كده الخضار المتوفر معاكي، انا هنا معايا بطاطس حمرته، أول حاجة قطعته تقطيع عادية لمربعات صغيرة، وبعد كده حمرته تحمير عادي جدا. ممكن يكون معاكي مسلوق، وعندنا فلفلية برضو مقطعة لمكعبات صغيرة، عندنا زيتون أسود أو أخضر. الزيتون كمان هنا ممكن نعتبره اختيار، يعني ممكن تستغني عنه على طول. في كمان معانا طماطم، في معانا البصل الأخضر معروف إنه جميل جدا في البيض عموما. بعد كده باقي الخضار زي ما انت حابه، عندنا كمان جزر مبشور، عندنا فلفليه يا اما خضره زي ما قلنا او الوان، اي حاجه متوفره معاكي برضو زي صدور الدجاج اذا كانت متوفره، الهوت دوغ، المرتديلا، اي حاجه لحم مفروم برضو ممكن تضيفيها لي طبقنا ده. انا هنا معايا البيض حاضف له حليب بس عشان يزيد لنا قيمته الغذائيه. ممكن تستغني عن الحليب، يعني العجة دي بتتعمل بعدة طرق. أنا هنا حاضيف معايا الحليب علشان بس أزيد قيمته الغذائية. بسم الله قلنا ممكن تستغني عنه على طول، يعني ممكن تشتغليه بدون الحليب بالبيض فقط. طبعا هنضرب كل المكونات دي كويس. عندنا كمان أجبان، الأجبان برضو حسب رغبتك، اي جبنه متوفره معاكي، الجبنه البيضاء، جبنه الموزاريلا، الجبنه الكريمي، الجبنه المتوفره معاكي. عندنا كمان حضيف انا هنا معايا دقيق عشان يدينا التماسك، بس برضو ممكن تستغني عنه، البيض براه بيتماسك ممكن ما يحتاج معاكي الدقيق، بس انا عايزاه معايا عشان يطلع معايا زي الكيك ممكن نعتبره. فهنا ضفت معايا حليب، ممكن أزود تاني حاجة بسيطة. بعد كده هجيب معايا صحن هضيف فيه كل كمية الخضار اللي أنا هستغله. نمزح كل الحاجات دي
هنا هنضيف معنا البطاطس، وممكن تضيف البطاطس على طول في صينية التقديم إذا ما كنت حابة تعمل الحركة دي. هنا هنضيف طبعا الكمية حسب الرغبة. هنا قلنا كمان معنا جزء من الجزر المبشور. بعد كده الخضار ده انت بتتحكمي فيه. عندنا كمان قلنا الفلفلية، ممكن الألوان أو الفلفلية حسب رغبتك، يعني الحاجة المتوفرة معاكي. عندنا كمان الفلفلية الخضراء برضو. هنخلي معانا كل الحاجات دي برضو منها مكونات عشان إحنا عندنا سلطة في النهاية. قلنا البصل الأخضر بيدينا طبعا نكهة جميلة، طعم جميل للبيض عموما، بس برضو هنخلي منه شوية. عندنا كمان البقدونس برضو هنضيف منه. الطماطم حابة تضيفيه ممكن. هنا جهزنا معانا خضارنا، قلنا ممكن تضيفي هنا كمان إذا كان متوفر معاكي بقايا من اللحم المفروم أو الهوت دوغ، المرتديلا، صدور الدجاج برضو ممكن تضيفيها هنا. وهنا قلنا جبنا البيض وخدتينا معه شوية حليب. بسم الله. هنا حبدأ أضيف معي البهارات، طبعا هنضيف الملح، هنضيف معانا من البهار المسكر، وعندنا هنا ملعقة صغيرة من الباكنج بودر، ممكن تستغني عنها على طول إذا ما كنت حابة. قلنا هنا معانا الدقيق بس عشان يدينا التماسك، وبرضه ممكن تستغني عنه. بعد كده عندنا إضافات البابريكا، طبعا البابريكا حلوة خالص معروفة في البيض. عندنا كمان معانا الكزبرة، ممكن نضيف حاجة بسيطة. عندنا ثوم البودرة بيعزز لنا الطعم أكيد. عندنا هنا معانا الفلفل، يعني البهارات حسب الرغبة. ممكن نضيف معانا الكمون اللي هو الشمار. يلا هنلخبط كل المكونات دي كويس. حابة تضيفي خل، في ناس بتضيف خل عشان زفارة البيض، بس البهارات بتغطي الموضوع ده فما بيحتاج معانا. قلنا هنا كمان هنضيف معانا أجبان برضو حسب الرغبة. كمان قلنا معانا زيتون، يعني الحاجات دي ممكن انتي تستغني عن الحاجة اللي انتي ما حباها. بعد ما لخبطنا كل المكونات دي هنبدأ ننزل عليه بخليط البيض. بسم الله. وحنبدأ نلخبط كل المكونات دي هنا. جزء أنا قلت حأقسمه هنا على الطوة، ممكن كمان أضيف معايا الزيت، ممكن هنا أضيف معايا شوية زيت. يلا هنجيب، قلنا هنقسم منه هنا معانا في الطوة. بسم الله. هنغطيها طبعا، هنخليها هنا تاخد راحتها في السوى. هنجيب معانا هنا الغطا دي، هنغطيها لحد ما تستوي على نار هادية. وعندنا كمان هنا هنجيب معانا طاجننا اللي هنشتغل به في الفرن.
هابدا انزل عليه هنا ممكن نديه حابه تغطيها ممكن وممكن ما تغطيها عادي. احنا هنا ضايفين اصلا زيت. بسم الله. هنا طبعا هنديه موزاريلا. هنا الموزاريلا اختياريه ممكن تستغني عنها على طول، بس عارفين طبعا المطه اللي بتدينا الموزاريلا بعدين واللون الحلو من فوق ده اللي احنا عايزينه في عجتنا دي. ممكن نخلي حاجه بسيطه للقوه هنا وبكده عجتنا بقت معانا جاهزه. هندخلها طبعا لفرن محمي مسبقا على درجة 180 من فوق وتحت مع بعض. قلنا حابة تغطيها ممكن وممكن تدخليها كده على طول. هو 30 دقيقة بالتمام وحتستوي إن شاء الله. قلنا شفنا معانا عدتنا استغناها بالخضار، قلنا استغناها بطريقتين مبسطة، طريقة استغناها عن طريق البوتاجاز في القوة وطريقة دخلناها الفرن. هتجيبي معاكي عدد الكمية للبيض اللي انتي حابة تستخدميه. بعد كده هتضيفي له حليب، الحليب هنا ممكن تستغني عنه بس انا عشان ازيد قيمته الغذائية اضفت معايا حليب، والدقيق كمان برضو اختياري ممكن تستغني عنه على طول. بعد كده هتضيفي كل الخضار اللي انتي متوفر معاكي في البيت، يعني ما في حاجة مقيدة، الخضار المتوفر بس. وبعد كده برضو بهاراتك المتوفرة معاكي هتضيفيها كلها، هتخلي الخليط السائل براهو، هتضيفي كل الخضار مع بعض في صحن براهو، بعد كده هتلخبطي كل الكمية مع بعض، هتدخليها الفرن أو تخليها معاكي زي ما هي هنا. دي كانت معانا عجتنا، خلينا كمان نمشي نشوف معانا طبقنا الثاني نرجع لك. شفتوا معانا طبقنا الثاني اللي هي سلطة الاسترابس. سلطة الاسترابس دي شنو؟ الاسترابس اللي احنا اشتغلناه قبل كده اللي هو ده معانا صدور دجاج. ممكن تشتغليها بالنجت او اي حاجة او اي قطعة متوفرة معاكي كان اشتغلتيها وتبقى برضو منها بواقي. الاسترابس ده انت حتجيبي معاكي صدور الدجاج وحتنقعيه زي ما احنا عارفين في موية النقع، بعد كده حتبدي تشتغليها على طول بخليطين، عندنا خليط اللي هو خليط التغطية وخليط اللي هو التتبيلة. التتبيلة حتتبليها بشوية كاتشب مع زيت مع زبادي إذا كنت حابة، حتخطي فيها البهارات اللي انت متوفرة معاكي، حتنقعي فيها اللي هو صدور الدجاج، حتخليها معاكي في التتبيلة مدة ساعتين أقل حاجة. بعد كده هتشيلي على طول معاكي الصدور دي وهتمشي معانا على التغطية. التغطية طبعا بتكون عبارة عن نشا وعبارة عن دقيق وعبارة عن إذا كنت حابة البقسماط أو الشوفان، يعني ممكن كل المكونات دي مع بعض هتديها برضو بهارات. هتشيلي على طول الصدور من التتبيلة للتغطية وتحمريها أو ممكن تعملي الحركة حقت البيض إذا كنت حابة بالبقسماط، يعني هتشيلي الصدور على دقيق على بيض على بقسماط هتحمريه في زيت غزير هيطلع معانا بالطريقة دي. بعد كده هتقطعيها تقطيعة عادية جدا. عشان نشوف سلطتنا دي هنطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظرونا.
رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا مع بعض سلطتنا ومكونات سلطتنا، سلطة الاستربس، وشفنا كمان برضو خطوات السلطة، أو شفنا خطوات الاستربس نفسه. قلنا ممكن السلطة دي تكون يا إما بالاستربس بنفس الطريقة إذا كنت حابة، وممكن تكون بالنجت، وممكن تكون بأي حاجة بيحبوها الأطفال، أو ممكن تكون بصدور دجاج مشوية. يعني ما شرط إنه الدجاج تخطيها ببقسماط أو تحمريها بزيت أو كلام زي ده. ممكن أول ما تتبليها على طول تدخليها معاكي في الفرن، أو تجيبي معاكي طوة فيها شوية زيت، حاجة بسيطة، وتبدي ترصي عليها الصدور، بعد كده تفضل تقلبي لحد ما يصل معاكي لون تحمير حلو، أو تتشوي معاكي على الطوة بدون زيت كثير. فدي برضو معانا طريقة. المهم سلطتنا دي فيها برضو مجموعة من الخضار، ممكن نعتبر نفس خضارنا اللي اشتغلناه لعجتنا، هنستغله برضو هنا معانا. بسم الله، قلنا فيها مجموعة كبيرة للخضار. الخضار طبعا زي ما أنا بقول دائما بالذات في رمضان في السحور، فنكتر منه زي الخس، الجرجير، البقدونس، كل الحاجات دي بتخلينا بعدين نتحمل العطش في خلال نهار رمضان. يعني الحاجات دي فيها ألياف، فيها كمية من الموية، قلنا هتغنينا عن الموية عموما. يعني السلطة باختصار حلوة في السحور. فمعانا هنا الخس كمكون أساسي، بعد كده ممكن تستبدلي الخس بالجرجير إذا ما كان متوفر معاك الخس، أو الملفوف اللي هو الملفوف الأخضر. أنا هنا كمان عندي ملفوف، بس اخترت الملفوف الأحمر علشان نعكس معانا الألوان. بس هنا معايا ملفوف مقطع لشرايح رفيعة، وكمان معانا برضو بقدونس. ما كنت حابه ممكن تستغني عنه وتكتفي بالخس والجرجير. هنخلي حاجة بسيطة عشان تزين طبقنا بعدين. بعد كده عندنا الخيار، برضو قلنا الخيار من الحاجات اللي فيها موية، فهتغنينا برضو عن الموية. عندنا كمان بقايا الجزر اللي تبقى لنا من طبقنا الأول، يعني الخضار المتوفر معاكي باختصار. عندنا كمان الطماطم، إحنا ما أضفناه لطبقنا الأول للعجة عشان أنا ما عايز العجة تعمل معايا موية، فهنضيفه هنا معانا لسلطتنا دي. وكمان معايا بقايا البصل اختياري، ما كنت حابة البصل في السلطة ممكن تستغني عنه على طول. عندنا كمان برضو بقايا الفلفلية، وعندنا الفلفلية الألوان مجموعة، عندنا كمان الزيتون الأخضر، يعني كل الحاجات اللي تبقت على فكرة، بس مع مجرد إضافات بسيطة. هنا بقى معانا مجموعة ما شاء الله، شايفين ألوان كفاية إنها تعتبر فرايحية وتشرح لنا الصدر. فمعانا الألوان دي جميلة خالص. بعد كده حنضيف معانا هنا المخلل، قلنا برضو ده اختياري. كنتي طبعا المخلل إذا استخدمتيه، أنا ما بنصح صراحة إنه يكون في السحور، المخلل يكون معنا في الفطر. إذا حضيفي تاكليه معاكي في الإفطار، المخلل تبتعدي عنه خالص في فترة السحور. يعني كل المخللات اللي اشتغلتيها خلال شعبان عشان تجهيز رمضان تاكليه في الإفطار بس أو في العشاء، أما في السحور تبعدي عنه نهائيا. عندنا كمان هنا الذرة الحلوة، دي اختياري، ممكن تستبدليها بفاصوليا، تستبدليها بالحمص اللي هو البليلة.
يعني هنا معانا قلنا سلطتنا دي فيها مجموعة كبيرة جدا من الخضار، برضو ما تتقيدي بالخضار اللي أنا عملته، أنا استعملت معايا بقايا الخضار اللي توفرت معايا من طبقنا الأول، وبعد كده كان في إضافات بسيطة جدا. خلينا هنا نشوف معانا عجتنا، شايفين ده شكل العجة معانا هنا. قلنا العجة ممكن تشتغليها بالفرن وممكن تشتغليها بالطوة عادي، فهنا عجتنا استوت معانا، بس باقي علينا التقديم، وبعد كده نقطعها نشوف كيف شكلها معانا من جوا هنا. بعد ما عملتي معاكي السلطة بالطريقة دي، عندك ممكن نضيف لها هنا، هنجيب معانا الصوص. يلا هنا عندنا صوصين، عندنا صوص السلطة هو عبارة عن زبادي وعبارة عن طحينة، وممكن نضيف معهم كمان عصير الليمون، وبعد كده حنضيف معنا فلفل وممكن شمار، وممكن كمان معنا كزبرة حاجة بسيطة، والبابريكا، التوم يا إما يكون توم بودرة أو يكون معاكي توم طازة. دي لي صوص السلطة. عندنا كمان صوص ثاني اللي هو يعتبر صوص الاستريبس، بس أنا لخبطت كل المكونات دي مع بعض. صوص الاستريبس ده عبارة عن كاتشب، عبارة عن مايونيز، وعبارة عن الخردل، الخردل اللي هو المستردة يعني. فعندنا هنا صوصين، أنا اختصرت المواضيع دي كلها مع بعض عشان ما أعملهم اثنين. جبت معايا الزبادي، أضفت له معانا طحينة، وأضفت كمان معايا مايونيز، وأضفت معايا الكاتشب، وكمان حضيف لهم هنا عصير الليمون. هنا حضيف معايا عصير الليمون، شايفين الكاتشب أنا ضايفاه هنا. أنا هنا استبعدت معايا الخردل لأنه احتمال ما يكون متوفر معانا في البيت، اللي هو المستردة، فاشتغلت هنا بمايونيز وكاتشب، وكمان معايا زبادي، ومعايا طحينة، ومعايا عصير ليمون. بعد كده ممكن أضيف معايا شوية زيت. الزيت طبعا ايا كان، انا هنا بستخدم معايا زيت شمس، قلت الزيت ده حلو خالص في كل الوصفات. وعندنا كمان ممكن اذا كان متوفر معاك زيت الزيتون، طبعا صحي اكيد، بس ما كان متوفر ومتوفر معاك الزيت العادي ممكن تشتغلي به على طول. بعد كده هضيف معايا حاجه بسيطه من البهارات، قلنا معانا ثوم، هنا ثوم البودره بديل للثوم الطازة، يعني إذا كان متوفر معاك الثوم الطازة تشتغلي به على طول. هنا معايا حاجة بسيطة من الفلفل، وقلنا ممكن الكزبرة بس رشة كده بسيطة، وبعد كده معانا هنا الملح، هنضيف معانا هنا ملح. يلا هنا معانا الصوص ده، حابة إنه تحطيه على طول على صحن الخضار ممكن، أو ممكن تحطي معاكي هنا الخضار بالطريقة دي على طول في صحن التقديم. ممكن نشتغل بالطريقة دي لأنه إحنا اشتغلنا كتير قبل كده سلطة ولخبطناها مع بعض، خلينا نشتغلها بطريقة هنا شوية كده. هاخد هنا معايا مجموعة الخضار، هاخدته معايا هنا في الصحن، بسم الله. هضيف هنا معايا خضارنا ده، شايفين معايا هنا الألوان جاتنا من كمية الخضار اللي احنا أضفناها، أدتنا شكل جميل لسلطتنا دي. بعد كده خلينا نجيب معانا هنا صوصنا، ونبدأ ننزل هنا منه حاجة بسيطة بالطريقة دي، والباقي ممكن نحطه هناك معانا في سلطتنا هنا بالطريقة دي. بعد كده حنعمل شنو؟ حنجيب معانا الاستريبس اللي احنا اشتغلناه، حنحطه معانا هنا من فوق بالطريقة دي، شايفين معانا سلطة خفيفة
وظريفة، ممكن تعتبر من بقايا أي قطع دجاج كان متوفر معاكي. حنديها حاجة كده من فوق بس عشان، وكده سلطتنا بقت معانا جاهزة. خلينا ممكن نطلع نشوف مكونات عصيرنا ونرجع لكم. شفتوا معنا مكوناتنا لعصيرنا، عصير التمر بالفراولة. بس عشان نشوف طريقته حنطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف اشتغلنا مع بعض سلطتنا، وشفتوا كيف اشتغلنا مع بعض عجتنا، وكمان شفتوا معنا مكونات عصيرنا، عصير التمر. طبعا زي ما قالوا لنا احنا جيناكم برعايات، رعاية بيكو قدمت لنا أجهزة كثيرة زي ما انتم شايفين، بوتجاز، وعندنا ثلاجة، وعندنا غسالة الصحون، وعندنا الفرن. فاحنا الليله حنخلط هنا معنا عصيرنا، عصير التمر او البلح برضو، يكون معاكي منقوع او انه اذا كان معاكي التمر مطحون برضو يكون معاكي احسن. يعني تمرنا ده يا اما منقوع يا اما مطحون، المهم هتشيلي منه النوى وبعد كده هتشتغلي به على طول. فهنا معنا قلنا تمرنا، طبعا التمر برضو من الحاجات او من العصائر او من ان انت ممكن تاكليه في السحور، مفيد خالص. وعندنا كمان برضو طبقنا الاول اللي هو البيض، برضو طبق مفيد خالص برضو في السحور زي ما قلنا. يعني وجباتنا لليلة احنا ممكن نعتبرها وجبات خفيفة كده للسحور. عندنا هنا معانا الفراولة، أنا استخدمت معايا البودرة لأنه دائما هي المتوفرة معانا في كل بيت. إذا كان متوفر معاكي الفراولة الطازة الفريش أفضل أكيد، أو إذا كان متوفر معاكي المجمدة برضو ممكن. عندنا هنا كمان حليب البودرة عشان نعزز القيمة الغذائية لوصفتنا دي. وعندنا كمان السكر حسب الرغبة، ممكن تستغني عن السكر لأنه هنا معانا التمر، ممكن تضيف بداله العسل. هنا معانا سكرنا، هنضيف منه حاجة كده بسيطة. في ناس بتحب العصير دايما يكون معانا مسكر شديد. قلنا حليب البودرة هنا معانا عشان نعزز قيمته الغذائية. هنا خلينا ناخد كل المكونات دي، وبعد كده حنخد معانا موية. بسم الله، موية باردة طبعا يكون معنا. هنا المويه حنوقف هنا وحنخلط وبعد كده حنشوف معنا. بسم الله، هنا حنزود معنا المويه حاجه بسيطه، حنقوم نخبص في النهايه. خلينا كده
ده كان معانا عصيرنا النيلة، عصير التمر بالفراولة. ممكن تصفيه إذا كنت حابة، بس هو حلاته بصراحة كده إنه هو يتشرب كده بدون ما أنت تصفيه، لأنه هو في النهاية معانا بلح، يعني معانا تمر هنا في الأخير، فأنت بتاكل التمر فما يحتاج إن أنت تصفي معاكي. جيبي معاك الجك تخطي معانا هنا، بسم الله هنرفعه معانا كده، هنجيب هنا معانا كاسة، بسم الله شايفين معايا هنا كمية التمر اللي جوا، خلينا ننزله هنا معانا في كاستنا. التمر جميل ومفيد ومعروفة قيمته الغذائية. هنا نعبي معانا تاني ده كمان، بسم الله. طبعا احنا خدتنا هنا معانا مكعبات من التلج، خلينا ناخد هنا معانا من تمرنا ده. ده كان معانا عصيرنا لليلة، عصير جميل وظريف، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. قلنا تغيير عن المعتاد للتمر، التمر طبعا ممكن تشربيه بالشوفان، ممكن تخطي معه كمان الموز، يعني هيدينا نكهات جميلة. التمر براه مع الحليب برضو وصفة جميلة خالص. دي كانت حلقتنا لليلة، إن شاء الله يا رب نالت رضاكم وإحسانكم، جربوها إن شاء الله تعجبكم. اشتغلت فيها معاكم عجة البيض بالخضار، وقلنا مجموعة الخضار المتوفرة معاكي في تلاجتك، يعني المتوفر بس، ممكن تستغني عن كل الخضار. كان معاكي بطاطس، بطاطستين تشتغلي بنفس الطريقة دي، فاشتغلناه بطريقتين، طريقة معانا بالطاجن عن طريق الفرن، واشتغلناه كمان معانا بالطوة، وده شكل معانا اللي طلع معانا من الطوة. وكان معانا سلطة خفيفة كده، قلنا سلطة تنفع معانا للسحور بس بشرط انه تشيلي منه المخلل. كان معانا سلطة الاستربس، واخر حاجة كان معانا عصير مغذي كده وعصير مفيد وبينفع معانا كمان للسحور، اللي هو عصير التمر بالفراولة. يا رب نالت حلقتي رضاكم، وانا انتظروني في حلقة تانية ان شاء الله. اخليكم في امان الله.